اكس مثلا عندك البوز، البوز باز سينث باز دي اكس 7 سينث باز عندك فوق العشر صفحات كلها يعني صوت الباز الجديد، عندك الـ 18th ليجن درايف البلوبي باز، بلوبي باز 90 عندك 19th ساينث باز 19th باز طبعا اصوات الساينث كلها جاي اصوات الاف ام مثل ما قلت لكم، اصوات الاف ام اللي هي جايبينها من الموديل اللي هو دي اكس 7 عندكم الحين، هذا الساو بلوك كيف لا كليك بلاكي سكوار يعني تلاحظون ممكن فوق عشر صفحات كلها بيز واصوات جديده وكلها من ديكس اللي هو تونا الحين مثلا هوليوود سولو بيز هوليوود سولو